احنا الحين بالحسا، اكبر واحد بالعالم حسب تصنيف جينيس عام 2020، وراح نتعرف على اشهر منتجات الحسا اللي هو الرز الحساوي. الإحساس مختلف بين أنك تطبخ الرز بشكل شبه يومي وبين أنك تكون بمزرعته وتشوف كيف مراحل زراعته. طبعاً لما نتكلم عن الرز الحساوي يعتبر هو الذهب الأحمر للحساوية. قصة الرز الحساوي قصة حب بين المزارع والرز الحساوي، تبتدي بحرث الأرض وتجهيزها، احنا نسميها الأرض هذه الضاحية. أول عملية البذور، طبعاً تستمر 8 أيام، هذه 8 أيام تعتبر تحتاج حماية ووقاية من الآفات الطيور، فنستخدم أساليب، بعضهم يستخدم أساليب جديدة وبعضهم أساليب تقليدية، حبال مربوطة فيها علب تطلع صوت وتطرد العصفور. بعد هذه المرحلة طبعا ننتقل إلى مرحلة السناية، طبعا هذه بعد البذور إلى السناية 40 يوم. بعد هذه عملية الخلع تحتاج تقريبا يوم كامل خلع. بعد السناية ننتقل عملية الرعاية الإرشادية والوقائية اللي هي تكون فيها الأسمدة وتكون فيها زيادة الري وتكون فيها الوقاية من الآفات بالرش أو المكافحة، تستمر من بعد السناية إلى بداية العيد، احنا نسميه السنبل، خروج السنبل، هذا هو عيد الفلاح الحقيقي. بعد السنبل تبتدي عملية تخفيف الماي، يعني تخفيف الري إلين تصافر النبتة، بعدها المزارع عنده توقيت للحصاد. من العادات الجميلة بزراعة الرز في الحسا اللي يسمونها الفزعة ويشترك فيها أهالي القرى بزراعة الرز والحصاد، وهذه العادة قديمة ومتوارثة ومستمرة حتى يومنا. هو الرز الحساوي طبعاً موروث شعبي يتمتاز به خصوصاً مدينة الأحساء بشكل عام من قديم، يعني ويعود عمره قيل، يعني أكثر من 300 عام، وفي بعض الكتب يعني تقولنا أكثر من 300 عام يعني موجود فيها. مؤسسة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة تقول أن زراعة الرز الحساوي تعود لأكثر من 1900 عام. اللي يميز الرز الحساوي أنه يعتبر من أغلى أنواع الرز في العالم، ويتراوح سعر الكيلو بين 25 و30 ريال سعودي. كثير يقول أن ليش الرز الحساوي أغلى رز في العالم؟ هذه أول شيء لأن التكاليف الإنتاجية عالية جداً، فهذا يسبب انعكاس على السعر أكيد، يعني التكاليف مقابل التسويق والسعر أكيد ترتفع التكلفة. الأشياء الثانية أنه محتكر في الأحساء، والسوشيال ميديا عززت الآن من التسويق حقه وصار أصبح رز عالمي، الكثير من السياح يحاول أنه يحصل على وجبة يجربها من الرز الحساوي، وممكن إذا جربها يرجع مرة ثانية أو ثالثة. طبعاً الرز الحساوي الحين ما شاء الله صار يعملون فيه أكثر من خليط، قام صناعة التحويلية الحين قمنا نمارس فيها عن طريق الرز الحساوي، نعمله دقيق، نعمله بانكيك طبعاً، ما عاد زي أول بس طبيخ نستخدمه حق زي القداء، يعني زي العيش الأرز الثاني، لا الحين صار أنواع كثيرة متعددة. أنا أعتبر نجاحنا في إنتاج الرز الحساوي يعتبر يعني نجاح في الحياة، فأي واحد يعني وقت الحصاد يعني هو مثابة إعلان نتائج. الرز الإحسائي يعني الكثير طبعاً، وهو هوية طبعاً إحسائية صارت موجودة عندنا،
خاصة أنه تنشهر في مدينة منطقة الأحساء بشكل كبير يعني، وصير يعني مفخرة حق الأحساء أن عندنا موسم الحصاد حق الرز الحساوي. ورز الحساوي يعني الكثير يعني زي الأمن الغذائي عندك يكون في البلد، وخاصة تجي من نفس مزرعتك بعد الأفضل وأفضل يعني يكون عندك. زراعته أساساً تحتاج أكاديمية لإنتاجه وزراعته وتسويقه. الآن يعني أصبح شغل الناس يعني أول ما تجيب طاري الحسا يجي في بالك الرز الحساوي، فهو يعني أكيد إحنا نعتز فيه كأنه يمثل منتجنا كمنتج رئيسي للحسا. منها المزرعة الجميلة بالحسا ومن أجواء الفلاحين الأجمل راجع لمطبخي ومتحمس لأصنع منها الرز أشهى الأطباق.